هنشتغل ليل ونهار، هنتجوز امتى؟ دلوقتي نجيب المأذون. يا ريت يا بخيت. فقر ارجع لي شوية. ورايا عايز اجيب منك دستك عيال كتير يا بخيت، ما اقدرش عليهم. امال عايز اجيب كام؟ يعني واحد اتنين عشان نربيهم كويس. نربيهم كويس، ندخلهم احسن كليات. البوليس كليه حلوه، ممكن ندخلهم كليه البوليس. الشرطه؟ ما هي اسمها الشرطه دلوقتي. البوليس يا بخيت. كنا دخلناهم اقتصاد وعلوم سياسيه كان احسن، لازم تنقلي فيها. مساء الخير. قوم يا اخويا قوم. انا احتل ده خطيبتي يا باشا، مش واحده من الشارع. ولو كانت مراتك ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسه محترمه وبتشتغل بعد الظهر في شركه مقاولات، وانا كمان عندي محل ادوات كهربائيه وبشتغل بعد الظهر في شركه الصلب. يعني احنا محترمين مع قصيه. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لا؟ غير بريء. استغفر الله العظيم يا فندم، ده كان مغمى عليها وانا كنت بفوقها. صح، في الحقيقه انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فنكات مسخسخه. ليه يا شيخ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلا كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسة بحاجة، انا كنت مسخسخة. كانت مسخسخة. عارف يعني ايه ساعة الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضو حضرتك يتفرجوا علينا ساعة الا ربع. انا لو كنت في اوروبا انا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا احنا المرة دي. ابوس ايدك يا سعادة البي، بلاش الحبس، اعمل اي حاجة الا الحبس. انا بنت ناس. ايوه فندم، وانا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص هفرج عنكم بكفاله لحين نظر القضيه. واحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه يا فندم. يفرج عنهم بضمان محل اقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقه ابدا يا سعاده البيه. انت رجل والرجال قليل. احنا لازم نتجوز. الشبكه والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده راجل يا وليد، ده تعفيس بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفه وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسه. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابنها هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش لما الاقي شقه الاول. والشقه لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاضر. فين البيره؟ ابخيت. ايوه بيره هنا، خمسه بيره. لم لسانك يا عزيزه. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزه. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الوليه دي تطول لسانها عليا؟ معلش استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر زي بعض، ده هترضي علي. مالناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا 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 بلاش كده. بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم، قالت الادب اللي ما اترباتش دي. يلطش مين يا وليه؟ مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنتين؟ مجنونه اوعى كده يا اخويا، اوعى كده. اقعدي يا اختي، اقعدي.
طلبكوا عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام، دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. يكفي، بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطر كنتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. ها هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي عايش فيك، وانت تقدر على تمن التربه. اي اي سلامتك من قولت. اي يا حبيبتي انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. فين الكنيف؟ فين ال 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 الأوضة فين؟ شوف بقى الحكاية بسيطة أوي، هما بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رأيكم بقى؟ عجبتكم الشقة؟ إيه؟ في إيه؟ هي ما عجبتكمش ولا إيه؟ أنا بقول بقى نأجل حكاية الجواز دي كلها لغاية الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغاية ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز أبدا. سيرة طفرة. موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا رجل المبادئ. صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه العيب فينا احنا، احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفتي يا ادروات ان 18 الشهر الجاي اجازه؟ اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه يخلي الناس تستربع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسة أداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطب مدير المنطقة التعليمية.
واعتبر لنفسك موقوف عن العمل لحد ما تخلص الحكايه دي. بقول لك ايه يا مقصود، تعالى بيومي، انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعيه مع بعض؟ بس انا بصراحه داخل على جواز مفيهاش حاجه الا من ساعه بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعيه خميس؟ جمعيه بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ صحيح، ما انت شلح. ايه شلح دي؟ يعني عصفور. بقولك ايه، ما بحبش الترسين. مالها المخازن، فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها. اخر حلبسه. حلبسه؟ اه نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتخريص سلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش وطي صوتك. وطي صوت ليه؟ هو انا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش مرافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعكم في حاجه. لا رفيق. يعيش ناس بيه نصير عمال. 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 اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، اوعدكم ان اجعل من هذا المصنع صرحا وفخرا للصناعة الوطنية، واوعدكم ان البي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكرا. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم ابوه كمان. فين المستندات؟ ده كلام خطير جدا. انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي. وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف الذي يستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. اوي اوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير. انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا. اوي اوي اوي، انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت افندم. بخيت حنيدق الميطل. بخيت حميدة حنيدق يا فندم. حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف. بخيت حنيدق الميطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ينجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا. رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم. تخيل وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا خير. انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا. استنى، كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين.
انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا؟ ده مال عام. وانت مال اهلك؟ اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف ما انت حرام. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي. بغيت حلال يا مهندس عديلة عايزة منوك افندم. ايوه. امال فين شريك زمانها كده يا فندم؟ اصل هي دايما كده تحب تتاخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات، ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت تصرفت. ايه مالك عديل؟ انا اتبهدلت، اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس 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 ما تعطيش، ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك يعني. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عليك. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ، يا استاذ. ايه مش مكفيكم البحر والرملة جايين تكملوا هنا؟ زيادة القاضي، نحن أبرياء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوة بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. زيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة ولا شيء غير البراءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة، انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعل النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكف. اتصوت واصرخ وخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس؟ دي مقفله من كل ناحيه. ضروري هنلاقي حل. بخيت، بأي شكل هلاقي لها؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. Thank you.
مزاجه عالي قوي قوي. بخيت افرض يا حبيبي حد طب علينا. مين هيطب دلوقتي؟ هنقول له ايه؟ انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل لا مؤاخذه. مين محمد بيه ده؟ معرفش. حضرتك صاحب عباس بيه؟ ايوه صاحب عباس بيه. اقفل لا مؤاخذه. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انا مصدر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا بخيت. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط. بخيت انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت؟ تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من ليلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا ومال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شنشة في طنشة. كنت بتنشن؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب. مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. الله، وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه، ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن. كده طيب يا بخيت. هي ليله من ليله بستين نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي واللي واللي. شقق؟ نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ أبدا، إنك تكون من أب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرأ وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه. بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول، كده ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك، وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. لا ده فئات، مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل،
وان انا عندي فانش 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 انا اقدر اكسب انتخابات عنك. ده بعيد عن شنبك. احنا هنكسبها باذن الله. هي الانسه نازله ايه؟ في ايه؟ واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه، وتفضلوا مع السلامه ورانا اشغال تانيه. اللي بعده نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيدة في المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربية مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم. اصواتكم امانة في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسمي بيه نصير عمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان. لو انت تؤمر يا باشا، تحب تدبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقع حربية؟ دي موقع انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في المدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس ده عليه كويس قوي حقيقه. يعني في اللي في نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. اللي في اللي وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا، ولن يتوانى عن اي تضحيه. اللي خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضة لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. اللي فيه جاسوس هاتوه. نزل ايدك انت. هو انتوا مش عارفين انا مين؟ الله لا لا لا، استنوا استنوا. الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بيننا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوح بتاع بيتنا. النظام النظام، احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيدة المهيطل وبين الرفيقة عديلة علي صندوق. أنا بقترح إن احنا نوزع المناطق بينا، وكل واحد في المنطقة بتاعته يعمل دعاية لنفسه وللتاني كمان. أنا موافق. أنا مش موافق. أنا مش ضماني إنك أنت مش هتعملي دعاية لنفسك في المنطقة بتاعتك أكتر مني. ده أنت مخوننا بقى. بصراحة أنا أقترح. إيه؟ أقترح إيه؟ ايوه، اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقه المرشح الثاني عشان يتاكد من الدعايه. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقه السمك والانفوشي والمنشيه. يا سلام، وانا هيفضل لي ايه بقى؟
انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجاله بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقة الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ اشيلنا يلا بينا. بينا نزيل جرايم هيطه جرايم صندوق. طب اعمل اعتبار للراجل المحترم اللي معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا. مش كده ولا ايه يا رفيق نزيل؟ انا مش عايز اسمع خالص لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. فهب حلال وحليه. انا موافق بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديله وبخيت؟ لا ما عشان انا الراجل وانا الست والذوق بيقول ليدس فيرست. الذوق ده تعال تعلميني الذوق يا بنت صندوق. جرائيه مهيطل انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 احنا الزار كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا لينا يلا بينا بينا نزيل. يا رفاق حلها بسيط، انت النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها. احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه انا اشحت من اولها خميس. انا مدكنه قرشين ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا مبروك يا علينا. نحن علينا نحن علينا. يعيش تعارف الجرده المعكنكه. يعيش تعارف الجرده المعكنكه. نحن علينا نحن علينا. نحن علينا. يعيش تعارف الجرده المعكنكه. يعيش تعارف الجرده المعكنكه. اقلب بالصوره دي شويه. نقطه دي يعني خلاص. مش كده يا نزيه هياخدوا بالهم. شويه في الخباسه مش كده. في الشيخ الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا. عبده مين؟ ملابيعه. اهلا اخويا. اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له قول. حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيش. الله الله الله. واحد شاي هنا كتكوت هنا وسكر بره. عديلة يا عديلة انتي حقيقي حلوة جميلة. اديله سجارة. لا ما وخدت في السكة. الرجل الحق يحب الحق والمهطل دايما على حق. الرجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الرجل الحق الرجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الرجل الحق الرجل الحق. انت بتدينا اشعارات مستعملة مغشوش يالا؟ مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تألف؟ احنا كمان بنعرف نألف. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ 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 عاش مهيج الجماهير. 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 فين بقيت الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت اصحى يا سيادة النائب. عاش مهيج الجماهير. اهدى انت هتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الضغط. عاش المهيج. ايه يا بخيت. صباح الخير يا امي. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ مدفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا هينصرك على مين يا عدي. اما راح اعمل لك الشاي.
المهيطة اليابة. خد يا معلم علقلنا الصورة دي جوه. من عينيا. خد قال علق الصورة دي جوه في حتة نور. حاضر يا معلم. وقول لرسم بيه احنا في الخدمة. وانت خد. جنيه للمعلم بتاع القهوة علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! في ايه؟ ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الثور دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار. اهلا اهلا. ايه ياما اللي انت معلقاه ده؟ ايه؟ دي نتايج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة. كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم 3. بلوشي بلوشي فالحة يا اما لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط بيه 3. احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا 1000. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن الاهلين. والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ قول يعني بدري احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن بالظبط كده. الشريعة يا اخواني هي الحل. وسأعمل يا اخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. حكومة الغاشمة تسقط المعارضة الخائنة والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد 1000 مئذنة فلتكن الأسكندرية بلد 5 مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب مناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة. لعن الله المرأة المتبرجة والناشز، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. بره، اطردوهم بره، زنادقة كفرة. ادعي عليكم دعوة واجيب اجالكم. دول داخلين علينا. خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب. يسعدنا ويشرفنا بان يكون بيننا 3 من السادة الوزراء المخلصين. جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة. الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد. ورجل المواقف والمبادئ. الأستاذ رسم الواثق. انا مش هقول وعود، احنا بتوع مشاريع كلها لخدمه اهالي اسكندريه، وكمان مش هتكلم عنها. هسيب الساده الوزراء
هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا ازاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات. انا والدكتور واصل ان شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري، يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسمي؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل الانتخابات. أنا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس يا الوزير. الجردل والكنكة يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة. عاش الجردل، تحيا الكنكة، عاش الجردل، تحيا الكنكة. أقولك إيه، نزلوا الهلافيت دول إن شاء الله بالقوة. لا لا، بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظرة ديمقراطية أمام الجماهير لتعرفوا من هو الأقدر بالدفاع عن الحكومة، نحن أم هؤلاء. عاشت حكومة الشعب، وعاش شعب الحكومة. فالحكومة يا إخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومة تشكمه. فهنيئا للحكومة بالشعب، وهنيئا للشعب بالحكومة. عاشت الحكومة للشعب، وعاش الشعب من أجل الحكومة. ونحن نعلم جميعا أن الشرطة في خدمة الشعب. فحيوا معي رجال الشرطة الأحرار. عاش تحالف الشرطة مع الشعب، عاش تحالف الشرطة مع الشعب. الله أكبر والنصر للشرطة، الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش، بس الشرطة ما تحبسناش، المهيطة يا بلاش، بس الشرطة ما تحبسناش. يلا يلا. ايه ده؟ معقوله اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. ايه في ايه نزيه؟ تعالي معايا. شفتي صورك انت بس؟ يا خرب بيتك يا عديله، هي دي الحمله يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها، بخيت. بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكايه دي؟ بس اطمني، ملحوقه بخيت. فوق. بخيت، عايزك في كلمتين. ايه في يا عديل؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟
العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. يا نهار اسود خيانة! انقذوا الثورة يا رفاق! اقضوا على الاستعمار والرجعية والصهيونية والكولونية! هجوم! هجوم! ورايا! حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر إن شاء الله. الحمام منور ليه؟ المهيبة طلع عليه، طلع عليه، طلع عليه. المهيبة يا بلاش، واحد غيره ما ينفع. إيه ده؟ ده أنت حالتك صعبة أوي. ثواني هحضر كاسين. المرايه طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه يا بنت، مالك في ايه بقى؟ انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه حضرتك هتكلمني؟ ما هتطلع هيحصل يا حبيبتي. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه على ربيعك وكعك وسلازيه بتاعي. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت شايبك في السياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم، تحط فيشه فيشه فريزه فريزه، هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليكي في حالك انت يا املا بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليك فاتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه. اسمع ما اقولك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل؟ يا جردل ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ انا هوريك. لا بقى، انت ردك مش فايته. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سرايه ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقول يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا دبن يا ندل يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت، قلت لك انا ماليش صالح بتاع تصور. بكرهك بكرهك، ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيتها. حسدونا يا بخيت. حسدونا. سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحيني. خلاص، من بكره انا هتنازل عن انتخابك. لا اوعى تتنازلي، انا اللي هتنازل. انا لا يا بخيت، وراء كل عظيم امراه. لا هو وراء كل رجل. حبيبي عمل فيك كده. تابعوا. مين تابعوا؟ تابع اللي تابعوا. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقت يا خميس؟ انا خلاص تبت عن السياسه، تبت عن الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك، مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم، مش عايز افتكرهم. انا نسيته، انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس، اسكندريه كلها بتكرهني. لا لا لا، انا مكروه.
هدي اعصابك واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها تبع اللي تابعه بيقول لكم لو ما بعدتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت، اللهم فشت. نزيه موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله، لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل، ولكننا سنقاتل مهما كانت الظروف ولن نستسلم ابدا. سوف نقاتل ونقاتل ونقاتل، لن ننسحب من المعركة مهما كانت الظروف. قد يضربوننا، قد يقتلوننا، ولكنهم لن يهزموننا. وصلي على جمال النبي. وفي واحد مرشع اخوه بيوزع لحمه. لحمه؟ شباب المينا، يا زهرة أهل اسكندرية، انهضوا وضعوا يدكم في يدي، وأنا أعدكم إننا سوف أحل كل مشاكلكم. وأرتقي بمستواكم الفكري والثقافي. الفكري والثقافي الاجتماعي. إيه؟ وأرتقي بمستواكم الفكري والثقافي والاجتماعي، وإن شاء الله سوف أنقذكم من الصياعة اللي أنتم فيها والتلطع على هاوي والتسقع في الشوارع. وكنت فين بقى حضرتك لما حصلت هزيمة 67؟ هزيمة مين؟ هزيمة 67. أنا كنت في البلد بصراحة، وبعدين أنا مالي ومال هزيمة 67؟ وأنا اللي عاملها؟ أبويا اللي عاملها. مين؟ أبويا. إبراهيم. بهدوء يا جماعة، إحنا عايزين نبقى بهوات مع بعضينا وكلنا إخوة، إحنا كلنا إخوة. جبتونا ورا بتوع السياسة، يا اللي بتتمحلسوا للحكومة. أنا يا كابتن مش بتاع الحكومة ولا حاجة. ويعني المعارضة يا أخويا عملت لنا إيه؟ دي معارضة كده وكده، وبتقبض كمان. ده منظر واحد بيقبض برضه. بصراحة بقى أنا لا بتاع حكومة ولا بتاع معارضة، أنا بتاع الشقة. يا إخواني اسمعوني يا إخواني، سأعمل على تحقيق جميع مطالبكم، وسأعمل أيضا على تحقيق في أسباب نكسة 67، وسأعمل جاهدة على إلغاء الحكومة والمعارضة أيضا. كل ما أريده هو أصواتكم، أصواتكم معي يا إخواني. أصواتنا بس؟ ده إحنا ندوك عينينا، عينينا والله. أنا كل ليك. احنا هنصوت معاك يا ست الكل، بس انت صوتينا شوية. طب حاسب اسر الفطاسة. اسمعوني، انا عندي كلام كتير مهم عايز اقوله لكم. احنا هننتخبك من غير كلام. انا انتخبك من وسط الف. بصراحة بقى بالصلاة على النبي، انت مية مية. انا متشكرة قوي ليكم، انا بحب الشباب اللي زيكم، وان شاء الله هعمل على تحقيق كل تطلعاتكم. انت بتتطلع فين؟ ما تسيب النبي تلتحم بالجماهير يا اخي. ده مش التحام، ده اوتوبيس بقى بصراحه. جرائيه بخيت، بلاش فضايح، انت جاي تتخانق مع الناخبين بتوعي؟ بصراحه بقى اللي هيلتحم اكتر من كده انا هدشدشه. هدشدش مين يا جدع انت؟ خليك في حالك لعورك. البطحون فشفشة. اتضح ان الالتحام بالجماهير ده حكايه صعبه جدا. بخيت. ايه؟ شفت مين وصل فين؟ ايوه يا عم، ماشي معاك حلاوه. ما تبطلوا قر بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عديل. ليه فين؟ زينا فين؟ 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 دلوقتي؟ ايه؟ ايه رايح فين؟ هقول لك بعدين. ايه الحته دي يا تامر؟ مولود انت هنا في حته عشوائيه؟ ها والله فكره، نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اصوات. في واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي، روح قعد. انا هعمل جوله. ها بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عن الدايره هنا.
حنيدة المهيطة المرشح نفس عمال عن الدائرة بتاعكم. امشي انا! امشي غور! امشي ازاي! بخيت حنيدة المهيطة رمز الجردة. بخيت حنيدة المهيطة رمز الجردل. احنا مالنا مالناش جواب حاجة. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى ديك مصيبة جاتك نيلة. لا انت فهماني غلط اصل. انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ ما اعرفهاش يما. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعادي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي فكرني مش هعرفك. هتلففني وراك المنطقه. ليه انا اجيبك من وسط بيت حمار؟ ليه يا جبان يا نت بجد مش هجيبك يا ابن. امشي ايه تعالى. ما وبعدين هزعل منك كده. السلام عليكم. انا بخيت المهيطل مرشح نفسي هنا في الدايره. انا من مواليد بحري. انا ابويا عامل زيكم وجاي ادرس مشاكلكم على الطبيعه. هو واضح ان عندكم مشكله نظافه وفي مشكلة مية كمان وفي مشكلة صرف صحي. واضح كمان ان عندكم ازمة مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب. ها مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسة؟ والظاهر كمان ان عندكم مشاكل في الكلام. أنا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. احنا ما فيش ولا مرشح زرنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى انا جيت لكم في الوقت المناسب. وانا وعدتكم لو نجحت لو هحاول اوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا استاذ. ما حدش من دول هينتخبك. ليه ما فيش حد هينتخبني؟ انا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني انت ما انتش فاهم. ما حدش من دول له صوت. ايه كلهم خرص؟ ما حدش من دول عنده بطاقة انتخابية ولا عمره صوت ولا راح انتخابات. عشان كده ما حدش بيزورنا. يا ابني انا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت. اتكل على الله ما ضيعش وقتك. مفيش بضاعة حودة. قول لأمك اللي احنا فلسنا حودة. سلم لي على أمك كتير. الله يسلمك. مع السلامة حودة. السلام عليكم. مع السلامة حودة. سلم لي على أمك. الله يسلمك. احنا أحسن حاجة ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التأمين بدل ما يضيعوا علينا هما كمان.
200 جنيه على رايك انا وهي تسند الجردل. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا باسمك واسم استاذه، هو ده المد الثوري الحقيقي. شوف معك 5 جنيه. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. سلام يا اخو رحمه الله، اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والماني فاتوره. ابدع ناس. دي هديه بسيطه، عربون محبه وصداقه لزملاء يوفط والدعايه. على فكره الجماعه مستنيينكم بكره عشان تشربوا القهوه ونتكلموا مع بعض. وماله نتكلم اخو، مفيش مانع. اتفضلوا اتفضلوا. على فكره الجماعه مطلوبين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشيه. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسوه لفقوله تهمه حبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاة على النبي وقررنا نأيدوكم. والأقربون أولى بالمعروف، مش كده ولا إيه؟ حاكم إحنا لا مؤاخذة ما بنحبوش الحكومة كده لله في لله، ولا الجماعة المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحة النواب الجدد. في صحة الشعب والحرية والديمقراطية. بس إحنا بصراحة عندنا شوية مشاكل. إذا كان قصدكم على قضية الأداب ما تشيلش أي هم. إحنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاك. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس، فلوس كتير كتير يعني. أيوة يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه، يعني توصل لها 12 25 30، يعني حوالي 40,000. حبيبي ضمت ورم، ما تنعوش هم المصاريف، انا متكفل بكل حاجه. 500 600 ألف مليون جنيه، احنا جاهزين. الناس دي بان عليها ابني. احنا اللي يهمنا المبادئ، واحنا عارفين طبعا ان انتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذه. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده. يبقى 100 100. صوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين. بس كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير. أنا ماليش تقول على البتاع ده. إيه؟ ده إحنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة قوي. اشربوا. أنا عاوزكم تنبسطوا. Thank you.
نص الفرش ده هدية مني لك زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. آه. نوع نضيف قوي اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني عقبال عيالك، خد الابتدائية السنة دي. اه ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. خدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصه وخلاص، هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. اه طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبتين بيره وناخدهم معانا الكابينه. الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصوانة مالا ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعة جبتلوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها، على فكرة احنا مأجرين لكم عربية بالسواق بتاعها تحت امركوا اني تايم. ها يلا يا جماعة ساعدوا. اتفضل. بعد اذنك يعني لمؤاخذه، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل في شويه تعب كده احنا الاثنين عايزين نطرش. النبي اللهم لا حسد، الله يرحمك يا اما، يوم ما موتك عملنا الصوام في الحمام. هو الكندلية الملكة، هو النائب هي الماركة، 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 هو الكندلية الملكة، هو النائب هي الماركة.
هيطلعوا كم واحد دول يا بخيت؟ دول 6 مليون نسمة، 1342 شخص غير اللي تلموا على الزيطة. النفر خد 50 جنيه. مش كتير 50 جنيه النفر؟ دول كومبارس متكلم يا حاج، في السينما بياخدوا اكتر من كده. على كده بقى ده فيلم كبير قوي. والان كلمه مرشحينا ابناء الاسكندريه الابرار، الاستاذه عديله صندوق والاستاذ بخيت المهيطل. ملاحة وحبيبتي مالو التراحة. حصل عليها. يا الإخوة المواطنون، أولا مساء الخير عليكم كلكم وعلى الناس الحلوة اللي زي الفل. احنا جايين هنا بصراحة، جايين هنا عشان نقول ان احنا ما بنخافش من حد، لان احنا اساسا جدعان وكبار قوي وحلوين قوي وزي الفل قوي، مش كده يا عادله؟ انا عايز اطرش. كلنا لازم نطرش مع بعضينا، لان ده توافق اجتماعي في حد ذاته. اه يا خير، اه يا خير، نايم نايم قلبه حديد. اه يا خير، اه يا خير، نايم نايم قلبه حديد. ممكن لو سمحت نعرف ايه هو برنامجكم؟ ايه؟ نعرف ايه هو برنامجكم بالظبط؟ البرنامج بتاعنا حلو. البرنامج بتاعنا حلو هو الاساس. البرنامج بتاعنا ايها الاخوه ان احنا نتصدى. احنا هنستنكر ونشجب وهنستأنف. ما احنا كده هنستأنف، بس لابد من ان احنا نتصدى. تتصدى لايه بالظبط يا سياده النايب؟ نتصدى بقى، يعني كل واحد يتصدى بمعرفته، لان لما كل واحد يتصدى مع التاني مع اخواته يبقى في تصدي، فالتصدي بيعمل حاجات كده حلوه، بيبقى كله مع بعض، لان لما بنتصدى مع بعضينا ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله. ممكن تكون واضح اكتر؟ الواد ده قلبه اسود على فكره ومش حلو. انت مش حلو ولا معايا وشكلك كده مش هو. الواد ده جاسوس على فكره ومش مننا، لانه هو مش عايز يتصدى. الخلاف اللي بينك وبين رسمي بيه. انا مفيش خلافات بيني وبين اي حد. شوف يا استاذ بخيت، احنا عارفين انك انت والانسة عديلة صرفتوا كتير على الحملة الانتخابية بتاعتكم. خلينا واقعيين، تفتكر ان في احتمال ولو 1% تخشوا مجلس الشعب؟ على العموم احنا معادنا يوم الانتخابات، والخسران يقول للكسبان جود لك. احنا مستعدين ندفع لكم كل التكاليف اللي صرفتوها على الحمله بتاعتكم وزياده شويه، وتتنزلوا لنا. ايه يا دكتور، انت عايز تكافئهم علشان يتجرأوا ونزلوا قدامنا في الانتخابات؟ ما تخافش يا رسمي بيه، احنا مش للبيع.
شوف يا استاذ بخيت، انت عارف كويس قوي ان محدش يقدر يكسبنا. عايز كام يا دكتور واصل؟ انا لو كان هتنازل حتى لو ما خدت صوتي. احنا ناس بتوع مبادئ. مبادئ ايه؟ ما سمعتش عنها قبل كده ولا ايه؟ 50,000 جنيه كل واحد فيكم. كويس. كام؟ 70,000. لا 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 يا دكتور، ده كتير قوي. 100,000 جنيه كل واحد فيكم، وده اخر كلام. معقول ده؟ ده يبقى اسمه جنان ده يا دكتور واصل. 100,000. 50,000 جنيه لكل واحد فيكم، والباقي بعد ما تتنازلوا. قلت ايه؟ شاور انا والاخت عديله، وربنا وفقنا لما فيه خير الوطن والعروبه والامه الاسلاميه، بل والانسان في كل مكان في اي وقت في اي حال من الاحوال. برضو كتير يا واصل. ايه ده ايه ده؟ دول 100,000 جنيه من واصل ورسمي، ولما هنتنزل لهم هدفعوا لنا قدهم. انت الرزمة وانا الرزمة، انت الرزمة وانا الرزمة، انت الرزمة. ما كانش ممكن يبقوا بالدولار يا بخيت. دولار ايه يا عديلة؟ هي دي مخدرات ولا كوكايين؟ ده حيارة انتخابات وهنخسرها. اصل انا بصراحة النهاردة جالي عرض احسن، 120,000 جنيه. بعتهم لي مسلحي مع نزيه، ليا انا لوحدي وبس، ولو كنت طلبت اكتر من كده كان بعتلي. 100 و120 ايه يا عديله؟ ما تخليش حد يوقع بينا، دينا الزباله. انا بس اللي باقيلك. اللي هيجنني يا بخيت، الناس دول عمالين يصرفوا بالملايين كده، كل ده علشان شقه وعربيه من مجلس الشعب؟ لا طبعا، اكيد هيستفيدوا بحاجات تانيه جامده كتير. خلاص، يبقى احنا كمان لازم نطلب كتير قوي قوي. بحبك يا بنت صندوق. بموت. دستور. دستورك معاك يا اخويا. اتفضل. اهلا يا حاج. ودخول البيوت من ابوابها. خير يا حاج؟ في ايه؟ انا حديثي مع الاخت عديله، بس اتحشيمي شويه عشان اعرف اتكلم معاك كويس. خير ان شاء الله يا حاج. عايزني اتنازل لك انت كمان؟ ايوه، بس في الحلال. انا جاي طالب يدك. زهرات يا عروسه. ها، والطلاق امتى ان شاء الله؟ بعد الانتخابات. ها، اعوذ بالله من لسانك يا اخي. ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه و100,000 جنيه مهر، ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق. بس انت متجوز 2 يا حاج. وماله، تبقي التالتة، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. بس دي مخطوبة حاج، ولا انت شايف ايه؟ تتنازل عنها وعوضك، يكفيك 100,000 جنيه خلو ورجل. ترضاها انت على روحك؟ ربنا غفور رحيم يا اخي. ثم انا ههديها الى الطريق القويم بإذن الله. رأيك ايه يا اخت عديلة؟ قلت يا عروسة. سيبوني أفكر أحسبها. فكري فكري على مهلك وخذي راحتك. ودول 100,000 جنيه، وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي. السلام عليكم. ده الراجل المتخلف ده. 120,000 من غير جواز، و150,000 بالجواز، ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة،
ما احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا شعرفت مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكه وقلبك اسود صحيح، بقى انا حسرقك يا بنت الصندوق. ما تجيبش سيره ابويا على لسانك يا ابن عزيزه. منين غلط ده الطايق؟ لا ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضه عايز اللي يربيني. ناس ليها بخت وناس ليها مهيطل. يا رب يا رب ارزقهم، يا رب ارزقهم لحد ما يزهقوا ويملوا يا رب. انا مستنيك على التليفون من الصبح. بقول لك ايه، احنا بصراحه بقى جالنا عروض عشان نتنازل احسن من العرض بتاعك بكتير. ثانيه واحده، جبت الديك عشان عدوله ها، والحاجات والفقد والموز والقات كله تمام. شكرا. هو احنا طالبين كام عديله؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحه طالبين 6 مليون يا دكتور. لا 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 مش كتير ولا حاجه، اصل انا كمان بتفائل بهذا الرقم. ما تنساش كمان ان مفيش وقت، الانتخابات قربت. انت تجمع بقيه الزملاء واللي هيدفع اكتر هيبقى حلال عليه. لا المبلغ بتاعك بقى هنعتبره ايه؟ يعني زي ما تقول كده يعني ايه، رهن او مش رهن، يعني امانات. بالظبط كده. لو مرسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور. نتقابل قوي قوي الساعة كام؟ 12. فين؟ ماشي يا دكتور. ماشي. أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. وأنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. لا 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 يا حاج فتح الله، انسى موضوع الجواز ده خالص. انا مستعده اتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا. الليله دي الساعه 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. الحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طياره خاصه بكره للقاهره. شاكر. في صحتك يا بخيت.
عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء ونقدم المصري هدية حاجة جميلة ومعتبرة هي ايه الصحراء في ايه يا اسطى؟ الظاهر في مظاهرة انتخابية الطريق واقف خالص مش هقدر اكمل اتفضل يا اسطى سلم والسمكة النضارة والجمل المسدس والعجلة السلم والمفتاح الهلال والجمل المسدس والسلم السلم والجمل المسدس والجمل السلم والنجمة المسدس والجمل السلم والعلم المسدس والشمس الهلال والكف السلم والجمل المسدس والكف الهلال والجمل المسدس والعلم الهلال 38 الجمل 37 صوت السلم 45 المسدس 43 صوت المسدس والجمل السلم والعلم المسدس والشمس الهلال والكف السلم والجمل المسدس والكف الهلال والجمل المسدس والعلم المسدس والجمل السلم والعلم المسدس والشمس السلم والجمل الهلال والسلم الهلال والمسدس النضارة والجمل الهلال والعلم السلم والجمل الهلال والسلم السلم 102 صوت والمسدس 97 صوت الجمل 135 صوت والهلال 140 صوت سلم والسمكة النضارة والجمل المسدس والعجلة السلم والمفتاح الهلال والجمل المسدس والسلم السلم والجمل المسدس والجمل الجردل 17 صوت والكنكة 12 صوت ولا يهمك احنا جايز خسرنا معركة بس ما خسرناش الحرب المعارك اللي جاية كتير معركة يا خميس احنا لسه هنحارب تاني ما خلاص انا تعبت
ما تيجي نروح ونسيب الناس دول. ما تاكل لك لقمه يا ابني. ماليش نفس يا اما. يا ضنايا يا ابني انا تعبان عايز انام، اليومين ما نمتش. نام نام واستريح يا بخيت. قوم انت روحي تلاقيكي هلكانه. انا همدد هنا جنبك. ما تصحش تمددي وسط الناس، انت بنت. انت لسه فاكر؟ الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الهلال والجردل. الجردل والكنكة. الهلال والجردل. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الهلال والجردل. الهلال والجردل. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الهلال والجردل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجردل. الجردل والكنكة. الكنكة والجردل. الكنكة والجردل. الجردل والكنكة. الجردل والكنكة. الجردل والكنكة. بخيط المهيطة العمال عديلة صندوق فئات. مبروك يا مهيطة. مبروك عديلة. هو في ايه؟ لا شيخ. وبيقول ايه؟ بقول جبنا جونين في الوقت الضايع. اخر اربع صناديق حسب الموقف. كسبت يا بخيت، كسبت يا عديله، دخلتوا المجلس المؤقر. انا مش مصدق. مش مصدق؟ بص لدول.